للسفارة خطوة خطيرة جدا، تعني أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في ارتكاب جريمة حرب، وتشارك إسرائيل في خرق القانون الدولي، وتشارك إسرائيل في خرق قاعدة تسادت بين الدول منذ الحرب العالمية الثانية بعدم جواز ضم أراضي الآخرين بالقوة. نحن نريد أن نضغط بكل قوتنا لمنع حدوث ذلك، ودعني أقول بكل وضوح أن نقل السفارة سواء للقدس الغربية أو الشرقية أو أي مكان في القدس هو مخالفة للقانون الدولي، ولا نقبل به بأي حال من الأحوال. وإذا حدث ذلك فستواجه إسرائيل وأمريكا ثورة عارمة ليس فقط في فلسطين بل في كل المنطقة. لأن القدس هي عاصمة دولة فلسطين، وبدون القدس لا يوجد دولة فلسطينية، بالتالي هذا سيواجه في إطار السياسة القانونية وسيواجه في إطار الميداني على الأرض. وإحنا نأمل أنه حتى الغد خطاب ترامب في إطار التنصيب أنه يتم تراجع عن هذا الموقف اللي تحدث فيه ولا يزال بتحدث فيه مجموعة من المستشارين، لأنه ذلك سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا دولة مارقة خارجة على الشرعية الدولية وخارجة على القانون الدولي.